ترى الحين اذا جيت تحول من بنك لبنك ما يطلب منك 58 لا بس يعني مو بريال ولا بريرين من كم 5 ريال كم مره لا بس 58 لا ما بالك على حسب المبلغ والله اذا حولت مثلا 300 ياخذون منك ريال ونص انا احول 300 البنك الثاني يعطوني يسوى 58 لا لا انت ما تسمعين شوفي